مرحبا واضح. أنا نجلاء برغون، والدة 42. هلا ساكنة باللاذقية، عم بدرس بجامعة تشرين، مكتبات ومعلومات إنسانية. إن شاء الله السنة بتخرج وبسجل الماجستير إذا ضلينا طيبين يعني. وين متنا؟ مع السلامة. دخلت على الجامعة لأني تفضيت وتفرغت، الأولاد كل إنسان درس وراح لحاله. صفيت وحيدة بالبيت، قررت أدرس. درست من المعهد الأميين، معهد الأميين درست سنتين، درست السادس قدمته مرتين، درست التاسع قدمته ثلاث مرات، درست البكالوريا، كملت مادتين، كملت التكميلية. أحسن شيء حسيته وقت طلعت النتيجة، طلعت النتيجة ناجحة 560 جايبي. صدقة عيط وما بعرف شو، قالت لي البنت شبك، قلت لها نجاح جايبي 560، بكرة رايحة تسجل الجامعة. بعدين تابعت بالجامعة والحمد لله هلا سنة رابعة. بدك قبر ما بدك جامعة، هذا ليك رايحة على الحضانة، هذا تفشوة تروح، هذا ليك فستانة مثل فستان عمتي بديعة، هذا هيك يعني عقبات كتير ما فيني بوصف لك يعني، ما بقدر. في كتير عالم قالوا عيبوا وانت كبير وانت هاي، قلن لا، العلم ما عنده كبير، العلم ما عنده كبير ولا عنده حد، ما له حدود، العلم ما في مثله. وانا بنصح كل هالشباب كله يتعلم وكله يكون متكمش بالعلم، لأنه الشباب ركن البلد، لازم هني يدعموا نفسهم بالعلم عشان يعمروا البلد.